بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسنتل العنوان للدرس أسنسمي كان المعاونة. المعاونة ربي ندوة تعاونوا، هذا نهضر في المعاونة والميحواج سواطاس باش أولاقي المعاونة أسنف كفوذ الجهد تنفرتي فيه ذي ثوذر ثنخ نحواجيث مليح أغري نحواج المعاونة رب دقاء وتعاونوا سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى أي غير نحواج المعاونة أتصن السباث السباث أم زواروث أم ذند ضعيف مدنس مدنس سوى ربي الكمال لله الشاعر ناس الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا لم يحواجات أما صور الله يحواج الطبيب الطبيب يحواج الشيخ الشيخ يحواج ولي يخدم تريسيتي ولي يخدم تريسيتي يحواج ميكانيسي لم يحواجات ولا شو جمعناك الشغال هي رفاسني سد المحال كنفغو يحرش أمعنى لم يحواج الكمال لله الحي القيوم فاقي السباث أم زواروث ثلاث سباث السنات ونزميرا لنا وري عمر الدونيث واحد العمار الدونيث دوك هذا كيني وسمحي هذا كيني ونك شيني اد حجر امعنى وحدي اد حجر اتفرح شنو اد حجر غير كاين اد حجر اسكو سميرا ضربي امعنى وحدي كان وحدي الشيخ خدم من كلش ولا شو الذي يولي يديك الدين خاطئ الزمر يعني اد حجر وحدي اشو الفناق ساعة اصوح اصخم الطواف وحدك اصروح عرفة وحدك مزدلفة وحدك ذي مينا عند تسيرين ثلاثة اربعة مليون عند ذي مينا وحدك فغي غادي نغب اللي شفح الدونيف استخلقيف ربي غدينا في صورة الحجرات الآية 13 اشو دينا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إلى التعايش تعايش أما ذي الحومة ذي تهدف ذو قذرون ذي العرش من لغة اللغة تجدر البلدية الدائرة الولاية دور الوطن ثمور ثم الجزائر كما النذر سوسع أنو غالا مثل أمة خطر كني وطن ولكن إذا نسعى الأمة الأمة فين سلمت أكي يسمي الأمة فين سلمت ربنا تقواليس سورة الأنبياء الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة أي رب شو نغفل لا لقد نظر بلنسعى الانتماء إلى الأمة إخاكا الحومة الأمة ما تحوجيك الحومة إلا كثاف الحومة تقول لي السيول أكثيني يا الله أنا سوسع فريد ثورة كان عدد قفريد أكثيني بارك ربي سوسع ما فريد ذا الرأي ثم شوارا تخدم من الرأي أسيدي أفوس دقفوس معاونا هذا مبدأ التعاون قيمة سيدي فالو تقي قيمة قيمة التعاون تعاشم تمشي ذوال لا تيوري حوج لا براتيك لو كونكري معناه ماشي كان زوال الى قل فاعل اذا ربي توصل الايه ثندر ديننا الذين امنوا وعملوا الصالحات ماشي كان الها يجب ينبغي يلها الخير يلها المعاونه يلها زوال لا لا الى قل ميدان حسن تمعاون مسوسع ما بريد ان شاء الله كل يخدم ربي بريد غير الجنه في غادي ني ثشر عيث كي يسازال الحومة الحومة أماكن ستفكا غزال إلوما ولاش تعارض خاطي إلي كذا إلي كذا إلي كذا تزمر فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ذيني مغدي ناربي سورة الأنبياء الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون
لما نوند لما فين سلمت من بعد غادي يسمشي على القريه انا عبد ربي سنتسرى شريك في وساد الله النظام في سوره المؤمنون الايه 52 وان قراءتان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون تمشابه تجد الايات المتشابهه تمزور ثني وانا ربكم فاعبدون في السناث وانا ربكم فاتقون ثلاثة غلايا النظام في سورة البقرة الآية 143 أشو دين ربي سبحانه يناد وكذلك جعلناكم أمة واحدة بشو دين أمة وسطة ذهن واحدة ذا قد يقار أمة وسطة الأمة الوسط وسطة لتكونوا شهداء على الناس شو المعنى لتكونوا شهداء على الناس أغدقار أوري لقارت غافم مهمة ثقية الشاهد القاضي يحضر لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يتصل الآيات في ديهضر سيدي ربي في الأمة في سورة العمران خاصة الآية 139-140 الآية 2 يهضر دي قال الأمة يزمر تجرح يزمر تطفي الحيف المحنة الميزيرية لهموم في لوفة أثناء السنة قيلة شو قدران ذي ثمورة الجيران النغذي المغرب الزلزلة ذي سميسي ذواليس ولا بوال الزلزلة توعر زلزلة سعى الهيفة قريحث ثوعر تجرح تسا سجدوا مقارن استقبالي وزون تسا موثن ثواشولين موثن ذي وجيل دلعجم أثفل السنة عفو ربي وقذي موثن ثني جعل ربي من الشهداء إن جراح ثني أثني شفو ربي إي مولاني دي قران أثني صبر ربي الجيران ظهروا ذي ليبيا يسد إعصار باش هذا نزريث مثل لا إله إلا محمد رسول الله ثوار لا إله إلا محمد رسول الله شو يزمى ذنيني ذلولو في قموثا تدري ثورينا كروحا ماشي كان ذا الباطيمة ذي خاما كل شيء روح الغاشي الأرواح أثني جعل ربي من الشهداء وذي ذوي ربي وقذي جرحا وذي صبر ربي مولاني دي قران أي نظراني ظرى ذي لما النغ ظرى ذي دوني النغ قريح اسم الزنزلة وعر ونجرب زنزلة سبحان الله العظيم وبحمده دوني ثقي الساعة مذبر ذايا العبد يتصبر ربي يتصبر ذايني من المعاونة ذا نحواجت خطر المعاونة أما ذي الوقت اللي سر أما ذي الوقت نطيق ثوران السالي رب غدي قال له سوثارة باللي خن وياك سعى مزار البشرية ثوى شوف البشرية ومقارن الأسرة البشرية ننتمي إلى هذه الأسرة الكبيرة اللي هي الأسرة البشرية سلمة الآية يدينا ربي في سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ماذا القروح وحنا غالجروح يقذرون ندى ربي القواليس أما كدنا في أواخر العمران يمدينا خاصة الآية 139 وما بعدها إن يمسسكم قرح قرح دين قريحا دين قصيحا إن القروح حقي يطاس في كورد الإعصار ذي الزلزلة ذي البركان ذي الكورونا ذي الهلاك في قاك القروح ذي القروح الحضارية والقروح الثقافية والقروح المتعلقة بالأوبئة والأمراض يسمي قروح يجمع كلش إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أربين دو تعاونوا نمس فهم. إذن التعاون قيمة ذي الخلق ذي المبدأ برانسيب نحو جيثي ثو ذرث النار ثورة فشل معوان الأيار دينين سنجرى دفري أفريد سلامة وثكين داما أغد قار معوان الثين الهام وتعاونوا على البر والتقوى والله أرثنا حواجي سينك ذا شو المعنى يس البر كلمة جامعة لكل خير أدفض يوني قد شغف ثاد دارث لقذي شغف ثاد دارث ذا البر عيوني ثوالو كان سواوال فرا أدفض يوني فنو الجامع عيوني سواوال سراي سالماتريال ستيذين ستيذينك سوذرينك ذايا ربنا في صورة الحديد حديد صورة الحديد وزال اللايا في السبعة أغدقار وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه كل يوند يفكينيك سعى أما ذا الأرزاق الشيء أما ذا الرأي أما ذا الذريم أما تمسني الفهمة لصفوار تمسني كل يوند يفك تمسني يستزمر فيس أكرث شبح الدونيث أكرث عمر الدونيث يوضر الشي صغارين صغارين الشيخ سا تمسني أفكد تمسني صغر صغر القرآن صغر القرآن فرو تيلوفا افرو تيلوفا خدم ذا جنيور افكد ثموسنيك ذي الارشيتكتور ذي جيني سيفيل اين تسايض كل يون اديفك ثموسنييس باش البر راكي كلمة البر اتسعو مازال العمل الخيري يجي الليل اللي مغفان امر ذي الفغي لو كان نذفع أفري ذي دين جر القرآن ذي الموحالة ذي اللزو مذان أبدا زر ما يغار خطر ربي يفكد الأرزاق يفكد الأرزاق سارتش لكم الدم إذ غسول في زمان تورا لا تكنولوجيا يسالس تليفون جي بي اس يحصر أكنا رديني الشاضر أثوظن ومان أكنا ديني اللوزر نحوج دوان يعني مقومات الحياة أما ذا ذمان الماء الغذاء ذا القوث أما ذا الكساء ذا اللبسة أما ذا الدواء الدواء أما ذا الإيواء إلى آخره لا تكنولوجي في وضع الحديث ولكن لفالور القيم ما إلا رزنت ثغى لا تكنولوجي سعر القيمة هذه كوال لأنه قال يستخدم لا تكنولوجي باش هذه الدل لفالور هذه الدل القيم وكذا غفر ذا القرآن يلا في غديني سيدي ربي مدينا ذي القرآن خدمة الخير ودينا رمين با ودينا رشو الخير نخدم سورة الحج مثلا سورة الحج الآية 77 يناد وافعلوا الخير لعلكم تفلحون استقبالي خدمة الخير اي غروغ دينا باش نخدم خطر يضرب اللي نحواج كلش يرنا يضرب اللي كل يونان داثي ولا ربي ضربنا الكريم ذانا حملني موضان مريس السموضين استرقيقي السيس عند زوار ولي ذبعي ثوضار هذي روح ما ذي سفيطر يوضيث ما ذي قخام يوضيث ما يحواج دواء هذي الشقع للخارج ما ولا شي ثيث مورث النظر وايضا نظن الميث أولاد الميث يحواج ويقدش الفلاس ضريغ لا المدن لكن كذا المحال ان كان يصير الميت جامي الله غالب ماشي غير يصير ذاك الميتين ثقيل من فروض الكفايه ملا الويض شي نقلي ذا هذا السير ذا الميت واستخدم غلوكفان وذغيزا وفنطلا و
ما شاء الله إكسا غفل وكذا إكسنا غفل وحرين شاقي أدفض ويضي ولهيثنا ربي الجوامع حملنا ذنو الجوامع ذلا جو سيدي بارك يا ربي ويض حمل لي القديش ثوذرين تازلا طلع هبط وكذا ولا من الناس ثخامة ونفغى اللقامة ذي زويس كثخام خطر في كل لقامة يسعى وقور ايه لقام يوعار يسعى وقور يسعى طاس ايه ونفغى اللقامة ذي زويس كثخام أخام يسور ذا سي زمير الجماعة فاسم الزير فقد خير المثل لكن شوية إلى قسمت نخدم ردريسمون مساء المثل فلاجف ذاي الروج ذاي الروج في كوالي لو أن دا أكا تقدونيث أه مي ولكن وهرب ذي لذا ذي لذا ولا قارن رزيفة الدنب وقالي قدشان القديش النبي عليه الصلاة والسلام ننس أحب الناس إلى الله أنوي يحمد ربي أطاس أكثر الناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس يكفى وواد معناه كنت تنفع يا ناس اللي غي مولا ناس فرحنا يرقزن الني نغفي لاوين خاطر ماشي كندير قازن قدشان وقال لي قدشان غفيار نثني بوين لاجار يوين لاجار والذي مولاني يوين لاجار خاطر رات رابين اش يخصن رات راباج كومبونسي يعني فض الشيني فقد الشضر في الدار معناها الشغل بخام الى ويثي خدمان بامكاني سي بارك يا ربي صافي تسكي تسكي ماك ديال لاجار لو كونتورني الحسنات كستغفر لي ولاون انا كستغفر لي ولاون خطر لو بار من سيدي ربي يتعدى مليح ربي احكام الحاكمين اعدل العادلين ولكن المطلوب هو احداث توازنات بين جميع التبعات والواجبات لذلك كيف مثلا لأنه يقول له ربي أذقل شنا في الدرس يمسوق أنت الدرس يبارك ربي نغد كل يونا داثي يقول له ربي كل ميسر لما خلق له ذين يا ربي شو غدينا أغدي قرخ مثل الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سورة الحج الآية 77 ذي سورة البقرة الآية 148 يناد فاستبقوا الخيرات ماشي كان خدمة الخير ما إلا ومشات مزاز زالم في مزيز زلت أين الهان أين الهان في هذه ستمسي الزلت وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن في عصرة السلام ينشو الله في عون العبد ما كان العبد في عون آخر أكن التعاون ربك يعيون أكن الصفر حضم الدم ربك الصفرح ذا عوين إكي تراجون ذي لاخرث أن دا أركين فعيوان سوى لا ثفنث عثفظ ذي الدنث أتفظ ذي الروج إكي تراجون إغي تراجون ذي لاخرث أثن فهم ثورة البر والبر جايث مثلا سمحتي أن ذي الوقت اللي سر أما ذي الوقت الحيف نطيق أيضا ذي الوقت اللي سر لي سر كل عقار أنسي ذي لي سر إن شاء الله أني ذي لك ذي سر ذي لي سر ذا شو تشفى ثلويث ذا شو تسوى سوى لهنا في نهار لها مليح ذي الوقت أجي أنسي ذي لكني ثلويث لأنه قال يتسي ذيرا ذي ثايض ذي ثايض بلا من النسيد ويحتسب شحال يقموثا ويتسنى ذينا في قال إضاعا سعنا السير أهاث أدفان ذي الحيين ذي الميتين وغال نتسنى ذين في مولى إنسان أويد كان أثناثا باش تسمي ثسا ولا مموث معليش أشين يتنطلق أذرف لسكال أتي السميض ثاسا ما لا تقيم ذكا ورزرغ ما يموت ما يدر أثني الصبر ربي ذايا كان وذي بعض ربي وكل هموم غفت خلقي ثمرة يغردني غوالاقي باش ديني المعاونة في الهام ذي الوقت اللي سر ذي نقلق نخدم ستاج براتيك ذينا أما كني غربان جدوذنا
الجدود نغاكا إلا كرند كذورار الحيف الميزيريا الاستعمار اللاز ولكن سمحتي يلهل سسبيد بيت محني قارم ذياز المحنة تربي إرجازم مكل المحنة فرنو ذي العقل يبضيون ومذياز تعرف في ناس جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال يعني في الرجزة يتربيتي دي الحيف وربي ذي القرآن الكريم يهضر فين في صلاة الله وسلم في الصحابة يعني دروس قاعدين ديك السن اما تشي دروس او داك الانبياء ياك الانبياء يا اخي ربي يحمليثن يختاريثن اما انا يساعد ديك السن اي اللي بغى باش نكون نعتبر سيدنا ايوب من هضر في الصبر ولا دي المكتي اه غير رزق ربي صبر سيدنا ايوب زرا ماشي قاعدين في الناس بعد سورة صاد الآية 44 ربي ند إنا وجدناه صابرا سبحان الله معناه رمز الصبر لا ريفيرونس مرجع في الدول ياكل الأنبياء كن ملان سيدنا إبراهيم الخليل أشو قاعدين في الناس شعر الجماعة دي صغارا شعر نستي مستثرغا بعد ربي انتقرت مستين لقاست غوال ابراهيم مازال يسعى الشغل ربي يعاونيه في مستني في غال برد وسلامة أه؟ قلنا يا نار كوني بردا المفسرون إنك لو كان دينا ربي وسلامة أذي مثل سوك سميض الموت لا فلا إما استمسنا ولكن برد وسلامة في كيس الأمر في مستني في غوال إيه وانت دي خلقا إبراهيم سيدنا إبراهيم يفقد سلامات أمي إسماعيل اسمي يرقى إبراهيم سيدنا إبراهيم باش يزلو ميس زرم ثم شاهد أشو سينينيس يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أرى إن سبب أخذ أينك دينا ربي لأمرك ديفك طبقيف إن شاء الله يدافض سكو كادي صغرا من الصابرين ياكل الانبياء كاكد سيدنا موسى قاعدا في الناس وهو من اولي العزم من الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو دينا ربي سبحانه مستهم البأساء وقد كان للدوز مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يقول واس ذا يعد فلس الباطل ذا القرآن خطر ربي الناس في سورة الأحقاف الآية 35 الناس فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل يا أخي ذنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أكن ربي الناس أصبر أمكن صبرا أنوي أولو العزم أنوي سيدنا نوح أم غار الأنبياء 950 سنة أحبس ولاش أسني قرأ من السربية ولكن يوين أذ لا عثبا أذ الزوت جور أثنت يرجو لما مقريف باش بعد دي سفغة صغارة دي بن سفينة أروان دي ستلصة محنة المحنة ثم قرأة أكني أثني تحليل أسني قرأ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا يا سبحان الله هو ماشي تسع أيام نغ تسع سنين نغ تسعين سنة أو تسعمية وخمسين سنة وكي أمغر الأنبياء من أولي العزم أرمي سيدنا إبراهيم الخليل سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربنا يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مهدوس المحنة الصفر لكن صفرا أولو العزم كل يوم يحواجون ريفيرانس موديل ممكن يدوني ثنا التفضيون دين غير يهلك يحوس إلا قد يمكثيون يهلك نكثر يسباش هذه الصفر
يا اللوز مشي دوني اللوز انا اكثر ايش اي شي ضران مشي دويا اي غير يودينا مي روح حد يزار السبيطار يحمد ربي اول في زمرتيس اشو كي صون السبيطار دي دارني زرم لو كان نزل 100 سنه ونزميرا نحمد ربي في ضرنا كان يضرنا يعني ما يضر واحد سن ترونسبوري وكزار القيمه يضر ولكن يلحون بكرسي يتحركن لا شيز رولونت وين نايسنا شو القيمه يضرنا نكون انسان يقارن النعم المالوفه شو المعنى النعم المالوفه نقول في ثنت غاسي كون فتسو يزري الدي دانيك واضا فريد الدي دانيك واضا ثماثني انسان يزري ياكي والله ما فرق في اللون يظل لي سيغ سيغ سنطينه يوم بمغارض في الاسيذك ربي يسر الخير الشيخ القران من درس لافيو انك زريض يضرى العجب شو يضران انك زريض العجب امي انك الذي ثمورث نفرفر ذقني يا خاكا ذقني كمي تقفالين شو لافيون شو تقفالين من بعد نرشد يفضل ميد القاعة زيغ ذي العجب هذا العجب من بعد نمكتل سيدنا سليمان زراني من سيد الله رب باش سيد الله صافي ندير كفاضو يبويا غواضو إني سبحان الله شغل ما كنت سميك تضي حاجة إلا قصن في كزال أتشرق ضي جني ودرسل إلا قصن حمد الله ربي ذي العجب أي غير دنيا أول أجي باش نغفلارا في النعم إن ولف ذي زري ذي ضارن ذول نكر ذاك الصباح لو كان يونا غد لو كان ديون دينا غاس يروحو بورطابل أي ثيا في يونا كتدير أتفرحض نغلا سي نعطيك الصحة بارك الله فيك هذا رحم ربي لوالدينيك أي فكرة الدعوة الخير أساقي كواس الجمعة يا ريت السجود نكون يا ربي ريغ الروح يا رنا خاطر كلشي يتنزو سوى الروح يا خويا علاش اللوزين يقصن على الارواح اكنين في عرصة السلام يا ربايا باش نحذق الحذاقه انا مذكر الصباح مكتي ضربي ليك روحي يزما تروح يا خي الزرام الغاشي يطص وفانتي الصباح سينا بو مغارني يتساقوا هذا الموت يسد ميسن انا يا جدي الفلاني يركب الطوموبيل ديال لوطورو تخدم لك سيدا يموت انا جدي شو يركب الطوموبيل وري تروحو لوطورو وري تمتساف اسني انا جدي الشتوى الفلاني القدا زمور من بعد اي شروا زمور يغلي تي الزمور في كرارب يموت جدي وري شروا زمور وردي يغلي فين سدي باش يقرا جدي اسني انا جدي الفلاني يطص صباح وفانتي دي يموت إني أسنا غامي ثقيق تساقوا جدي ثقيق تساقوا جدي خاطر أرزمي أسنا دي فاجد شو رجانا أرزمي لا يخلال الغاشية يطص صباح وفانتي دي يموت ربنا دول كل أجل كتاب غاس تفندك السبات تسد الموت الحرف الباني قرأ الحاج محفوظ الله يرحمه سد الموس الحرف الباء ثوفد الهلاك ذي السبا وراس زمير الطبا الى اخره السبا كان وما الموس لذلك النبي عليه الصلاه والسلام ديقار مذكر الصباح في غد روحك حمد ربي ان ربي الحمد لله الذي رد علي روحي ايدي من روحي كمل وعافاني في جسدي واذن لي بذكره خطر زمن الروح هادو غال ورزمي الله تسكره والسنة جاية الله يذكر بالخير شفاة ربي إنك جامي فهم الحديث جي الميث ضرع إن دعاء هذا كون ربي أذكر الصباح ديد دوال نيو يغيت لاقي حركني زوراني لاقي المخ إن كل شيء يحبس غور زمير غاد انتقى غور زمير غاد حركة غور زمير غاد كرا يظن ولا ذي زريس إنك يتولي في الجهة إنك لو كان يعدي ونذقي أيدي هضر سينيغ سوفوس كانك المدي قرب هذيك شمذيل الشون ني إنك أربع شهور ذو النفس ورزمي لغا الحرشة قري وكاك
سمحتي لي فكايه سريحتي دينيغ خاطر في ضراره ضراي سينسلقه نحفظ باش نزر قيمه النعم ديني مغ ديالنا ربي في سوره ابراهيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. لذلك الهاني لمن الشاكرين ان احمد ربي ونسيليرا من الغافلين. ربنا في سوره الاعراف الايه 205 ولا تكن من الغافلين. اورني لي سكو قال يغفلن ان شاء الله هو يغفل ولا ديون ثورة هذه ثقالة نناد اما ذي لي سر يلها المعونة اما ذي الطيق ما درزو فلان غل محنة ورعني اخم ذي السولة ذله لك ذي المصيبة خطرون زرارة ربي الناد في سورة البقرة الآية 155 156 ولنبلونكم بشيء شو كان بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. المعنى يس إلى قال ذمو في كل شيء أغي جرب ربي سويني كفغا ماشي سويني نفغا من مي كفغا ماشي من مي نفغا أكني كفغا ماشي كي نفغا. ثلاث قواعد في فهم عقيدة أو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. بعد ثجرة ينارد التقوى وتعاونوا داين على البر داين والتقوى. أي غير التقوى قلت أنت غير سلك ذا خاطر من تسقوا ربي أنسلك ذي الدنيا ولا ذي الآخر. ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن الدرجة علينا ما إلا يخند الإيمان يضعف فاتقوا الله ما استطعتم هكا سورة التغابن الآية 16 ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الآية نظن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا غادي قرا قوث ربي قوث ربي قوث ربي من ذا صلاة وسلام اتق الله حيثما كنت حيثما زمكانية أقوذ ربي أنت في الليل أما ذي ثمورث أما ذي القاذ جنين ذي جنين ذي ثمورث أما ذي ثمورثي كما ذي الفر ثمورث الفراني أما الصباح مثلا ديث الخوف ربي ذم كل وقت ذن تساغ السمام والأمان ذا فريد السلاح ذا فريد السلامة والثكين داما ومثل الخوف ربي لا ولاش الخوف أي غير ولا ما يغلظ ولا ديوغل وكل معنى يس ماشي المعنى يس ولا يغلظ عادي قارن استقبالي ربي يعفو يغفر يوين الشظن يوخر سفر واحد معنى الإنسان التقي ولا ما يغلظ ديوغل الصمام وأمان ذي الخوف ربي ذن سيدا وين التقوى رأس الأمر كله ذي الدوني ثقي يثير إن شاء الله أن رفضي فسنا نفك الدعوة الخير ثم زورة ديفك ربي شفاغي مضانا دلان أما ذي خامنا ما ذي سفطرات وقد يموثنا في السنة فوربي بس نرزق ربي الجنة علينا إن شاء الله وقد يسعنا ثزمرت فسن يفك ربي ثزمرت نزمورت أكون يفك ربي ثزمرت نزمورت أكون يفك ربي السر ذي سر أكون يفك ربي ثلاثا السر ان شاء الله يتبغى ميقضى اين توكاد ميقضى يمزدور لكن ملان اسنفك ربي الخير وانت خير ان شاء الله مزي مقر ذرقة صمتو في ثمرتي الغرفة اكون احفظ ربي ان شاء الله من كل بلاء وان شاء الله ربي ثم ديثنا تساديث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.